بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبواب الخير في رمضان كثيرة، والطاعات فيه متعددة، لأنه شهر الخيرات، شهر البركات، شهر الطاعات، فالمسلم يسهم في أبواب الخير بما تيسر له من إطعام الطعام للمحتاجين، تفطير الصائمين، ومن الصدقة عليهم بما يتيسر مما يساعدهم على الصيام وعلى الإنفاق على أنفسهم ومن يكفلونه. وإذا كان هذا من صدقات التطوع فهو خير، وإن كان من الزكوات على المحتاجين فهو خير أيضا. فعلى المسلم أن يحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأن يسهم في ما تيسر له من أبواب الخير، من صدقات، من قيام الليل، ومن مساعدة المعسرين والمدينين، وغير ذلك مما ينفع المسلمين. وهذا في كل الوقت، ولكن في شهر رمضان يكون ثوابه أعظم لشرف الزمان. فأبواب الخير كثيرة في رمضان، وكل يشارك بما يسر الله له. فإطعام الطعام، تفطير الصوام، مساعدة المحتاجين بالصدقات والزكوات، وكذلك الأعمال البدنية مثل الاعتكاف في المساجد والجلوس في المساجد وتلاوة القرآن العظيم، فإنه شهر القرآن. رمضان شهر القرآن، وفيه أنزل القرآن، كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كان السلف إذا دخل شهر رمضان تركوا مجالس العلم وأقبلوا وأحضروا المصاحف وجلسوا لتلاوة القرآن في المساجد. فعلى المسلم أن لا يحرم نفسه من مجالات الخير في هذا الشهر العظيم، لأنه شهر مبارك تضاعف فيه الأجور، وتكثر فيه الخيرات، تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، ويصفد فيه الشيطان. فلله الحمد على هذه المنة العظيمة في هذا الشهر العظيم. كل ميسر لما خلق له، ولكن إذا صلحت النية فإن الله ييسر لصاحب النية الطيبة، كما قال سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل وتولى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قد قال صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. فعلى المسلم أن ينتهز هذه الفرصة العظيمة التي قد لا يدركها في عام قادم، فيجتهد. كذلك التوبة، هذا شهر التوبة، فالمسلم يتوب إلى الله توبة مستديمة، لا توبة مؤقتة بشهر رمضان فقط، تكون مستديمة. هو شهر التوبة، شهر الإقبال على الله سبحانه وتعالى، شهر الخيرات والبركات، وكل حسب استطاعته وما يتيسر له. والعمل القليل إذا كان خالصا لوجه الله فإنه كثير،
فقد ينقذ الله المسلم بشق تمرة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فمجال الخير في هذا الشهر واسع، وفضل الله كثير، وكل بما يستطيع أن يقدم لنفسه في هذا الشهر المبارك من أنواع الخيرات والأعمال الصالحة، سواء كانت مالية أو بدنية. فالإنسان لا ينسى نفسه، ويمر عليه الشهر هذا الشهر العظيم كما تمر سائر الشهور، وإن كانت كل الشهور محسوبة على الإنسان ويحاسب عنها، لكن هذا الشهر موسم عظيم، إذا ضاع من المسلم فقد ضاع منه خير كثير. فعلى المسلم أن يحتسب الأجر والثواب عند الله، وأن يقدر هذا الشهر بقدره كما قدره الله سبحانه وتعالى، وأن يعظمه. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعلى المسلم أن لا ينسى نفسه، وأن لا يجعل هذا الشهر كغيره من الشهور، وإن كانت كل الشهور محسوبة على الإنسان وهي مجالات للعمل، لكن هذا الشهر أكثر اهتماما. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذا الشهر ما لا يجتهد في غيره، من قيام الليل ومن صيام النهار ومن إطعام المحتاجين غير ذلك من مجالات العمل الصالح. والخير واسع، ولكن المسلم هو الذي يحرم نفسه ويسد على نفسه باب الخير بكسله وغفلته وإعراضه. هذا حرمان عظيم، نسأل الله العافية. ولكن الموفق من وفقه الله، ولكن لا يقنط المسلم من رحمة الله، بل عليه أن يتوب ويتراجع عن التقصير والخلل ويستمر على ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأنيبوا إلى ربكم، أنيبوا، أسلموا، توبوا، ارجعوا إلى الله عز وجل. وهذا الشهر مجال للرجوع إلى الله والانتباه، لأن المسلم ينشط فيه أكثر من غيره، ويجد من نفسه القوة والرغبة في العمل أكثر من غيره في رمضان، لأن الشيطان قد صفد عنه وفتحت له أبواب الجنان وأغلقت عنه أبواب النيران. فهذا فضل عظيم. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.